اهلا بكم من جديد. دوري سعودي المعروف بدوري عبد اللطيف جميل نسبة لشركة الراعية، تبحث هذه الشركة عن تطويرات جديدة في الفترة المقبلة. عادل عزت، دوري عبد اللطيف جميل السنة هذه هو امتداد للسنة اللي فاتت، قمة من المتعة والحماس والشغف والإثارة، وأنا أتوقع يستمر التنافس لآخر جولة. 5 فرق تنافس على الدوري، ربما أكثر، لكن 5 الواضح الآن تنافس على الدوري، وطبعا هذا يزيدنا من تقديم الفعاليات الأكثر، خصوصا مع حضور الجماهير الطاغي. يعني نسبة ارتفاع حضور الجماهيري في الموسم الأول لنا السنة اللي فاتت عن الموسم اللي قبله حوالي 40%، والآن حضور جماهير طاغي، ومع MBC صارت البرودكاستر للدوري، حضور جماهيري خلف الشاشة أكيد أكبر، فلازم نقدم الجديد من النشاطات والجديد من الإبداع. يعني بإذن الله الحضور الجماهيري يزداد بسخونة المنافسة، وبدأت من الموسم اللي فات مع عودة النصر والتنافس مع الهلال، والآن داخل الأهلي بقوة والشباب موجود والاتحاد يعود، والأندية كلها الخمسة موجودة على الشاشة، لم يخرج منها أي احتمال. النصر متصدر، الأهلي الثاني، الهلال في الطريق، الشباب ينافس، الاتحاد عائد، وهذه كلها علامات مبشرة، وحضور جماهيري في ملعب جدة، وبدأ الحضور الجماهيري في ملعب الرياض يزداد والملاعب الأخرى، وهذه كرة القدم، يعني شغف الشباب السعودي، نكون على مسافة أقرب منهم من خلال هذه الرعاية، ونقدم إن شاء الله أنشطة تنال على إعجابهم. التحضير والإعداد للمباريات الكبيرة مثل مباراة الاتحاد والأهلي أو الهلال والاتحاد أو النصر والشباب، كم يأخذ هذا الإعداد والتجهيز؟ والله تعرف دائما قبل المباراة بيوم يصير في بروفة على الملعب، ونشكر الأخوان في الاتحاد السعودي وفي المرافق ومدراء الملاعب بيساهموا بشكل كبير إنهم يخلونا نسوي أحسن بروفات عشان يصير في دائما إعداد، وشايفين المباريات الكبيرة الآن صارت متعة وبهجة أكثر من كرة القدم. يعني بيئة الجماهير إيش اللي تنون فيه صراحة أو تتجهون له باتجاه كبير جدا؟ في طبعا في الدور الثاني حيكون في أنشطة إن شاء الله حنعلن عنها في وقتها إن شاء الله، بنجهز لها تجهيز مناسب، لكن أنا أتوقع الاستثمار الرياضي وبيئة الجماهير وتفاعلهم مع كرة القدم هي بيئة خصبة جدا لم تستثمر بشكل كبير، وإحنا مجرد في البداية، مجرد هي جوهرة وبدأنا نمسح عليها شوية بانت، لكن المزيد من الإشعاع والمزيد من التوهج المفروض يكون في باقي الموسم وباقي المواسم الثانية. وهذه وقفة مع اليوم الرياضي في دقيقتين. طلب نادي النصر من إدارة المنتخب السعودي تزويدهم بخطاب رسمي يشعرهم بأن مشاركة إبراهيم غالي في تمرير المنتخب والمباريات في أستراليا تأتي تحت مسؤولية وقرار الجهاز الطبي للمنتخب، هو الذي يضع جبيرة لمعاناته من كسر في كف يده اليسرى. اعتمد الأمير عبد الله بن سعد الرئيس العام لرياضة الشباب المخططات التصميمية الخاصة بإنشاء 20 نادي في مختلف مناطق، ملاعب 20 نادي في مختلف مناطق المملكة. ستكون الملاعب الجديدة دون مضمار لألعاب القوى وبسعة تصل إلى 8000 مقعد. رفضت إدارة برشلونة الإسباني طلب نظيرتها في أهل جدة حول إقامة مباراة ودية بين الطرفين في فبراير المقبل، وذلك بسبب ازدحام الفريق الكتالوني في ذلك الشهر، وبدأ البحث عن موعد جديد بين الناديين. باتت إدارة اتحاد جدة في مشكلة إزاء تجديد عقد ماجد كنبة لاعب الفريق الأول والأولمبي وقائد المنتخب السعودي الأولمبي الذي يدخل الفترة الحرة خلال الأيام المقبلة. ووفقا لمصادر العربية فإن كنبة رفض العرض الاتحادي لخمس سنوات لقاء نصف مليون ريال سنويا. ألقاكم.